ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا قوي قوي قوي. طبعا معانا مريومه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا هنا في امريكا عندهم مطاعم اوبن بوفيه. المطاعم الاوبن بوفيه دي مش موجوده عندنا في مصر. عايزه اقول لكم هنا كميه المطاعم الاوبن بوفيه كتير قوي 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 قوي. هو كل اللي انتوا بتعملوه بتدفعوا ثمن الفرد وبتحطوا بقى الاكل اللي انتوا عايزينه والشرب اللي انتوا عايزينه واي اكل. ان شاء الله لو كلتوا 500 طبق هو خلاص بياخدوا ثمن الفرد الواحد. طبعا مريم عارفه الحوار ده، ممكن تشرح لكم اكتر. دلوقتي هو الرينج بتاع الاسعار بيبقى مثلا من $10 ل 25، بتدفع مره واحده بس، بعدين بتروحوا كذا مره تملوا اطباقكم لغايه ما تشبعوا، وكمان في ديزرت، فده بيبقى احلى بكتير. طبعا انا بروح ببقى في كميه اكل قدامي ما ببقاش عارفه اختار اصلا ايه، فبيبقى حلو قوي. والاطفال بيبقى ليها سعر ارخص من الكبار، عشان الاطفال طبعا احجام اكلهم اقل من الكبار. الحلو كمان في الموضوع زي ما قلت لكم ان هو فيه كل حاجه، يعني في اكل، في فاكهه، في عصير، في ايس كريم، وسلطه، ابيتايزرز. بالظبط، يعني في سلطات، في كل حاجه ممكن تتخيلوها اللي تخص الاكل والشرب. يعني انت ممكن تعملوا 10 اطباق مره واحده وتاكلوها ومحدش هيقول لكم حاجه، وتخلصوا ال 10 اطباق وتروحوا تاني تجيبوا 10 غيرهم وكده وهكذا. بالظبط، ده بسعر واحد زي ما هي قالت لكم. احنا دلوقتي هنخش وهنصور لكم وهقول لكم رايي في الاكل ده، وهنصور انا ومريم واحنا بنحط في الاطباق واحنا بناكل، واقول لكم رايي بامانه يعني. يس ليتس جو. يلا بينا. دلوقتي في الاسعار، يعني اليوجوالي بتاعت الاوبن بوفيه ده اللانش بيبقى مثلا من الساعه 12 ل 4، بيبقى 11.99، يعني يقولوا $12 مثلا. ده بيبقى حلو جدا، وبس يوم السبت هيبقى دولار زياده، مش هفرق كتير. بس الدينر اللي هو بيبقى بعد الساعه 4 بيبقى 16.99، يعني 17 دولار. انت بتدفع $17 اللي هو اكشلي سعر حلو جدا، وزي ما قلت تاخدوا 20 مليون طبق و20 مليون كوبايه بيبسي بماشين، يعني فاهمين الموضوع جميل. يلا بينا عشان انا جعانه قوي وحاسه ان انا هتجنن يعني عشان اكل، وعايزه بيبسي كتير قوي قوي. انتوا عارفين انا بحب البيبسي جدا. انا دلوقتي هنا دي حاجه كوريه كده معرفش اسمها ايه، بس بحبها. دي حته بس خلي بالك فيها بورك. دي فيها بورك. بورك يعني خنزير يا جماعه. انا الكاميرا وومن على فكره النهارده. ده ايه؟ تشيكن صح؟ ده جريل تشيكن، ما فيهوش بورك صح؟ خلي بالك بصي بيبقى مكتوب عليه فوق كمان الاصناف. اوكي هنا. طيب يا جماعه هنا دي فراخ، ودي فراخ برضه اللي هي زي سويت اند ساور عندنا في مصر، بجربها. حاجات المأكولات البحرية انا ما باكلهاش اصلا. ده جمبري صح؟ ده شكله غريب قوي. هناخد واحدة لان انا مستغربة شكله. ده مشروم، انا بحب المشروم قوي بجد بجد. المشروم ده بالنسبة لي عيش، مش عارفة مين بيحب المشروم زي انا بعشقه. انا بحب المشروم. الله، في بطة وايت صوص. قلتي كان نفسك فيها اصلا، انت كنت عايزة فيها. بصي هو هنا في جمبري واسماك انا ماليش فيها قوي، بس احنا ممكن ناخد من البسطة. اهو الباستا فيها شريمب، فيها جمبري، طبقين لغايه دلوقتي اهو، تقدري تكمليها على الاخر لو عايزه بجد، عشان بس يعني المعده مش كده. انت دافعه فلازم تاكلي انت دافعه. يا رب يطلع طعمها حلو. بس ركن السلطات كلها في كل حاجه ممكن تتخيلوها. وين الفواكه؟ جيلي وموز، عنب، بطيخ. ده مش عارفه ايه ده بصراحه. ايه ده يا مريومه؟ ده مارشميلو وحاجه. مارشميلو وباينابل مثلا. ده السمك، انا ما بحبش السمك، مش صاحبي قوي. في هنا مكرونه بالتشيز، ده ما اعرفش ايه، ملوخيه مطحونه تقريبا. ده لحمه، ما اعرفش لحمه ايه برضه. دي حاجه تخص السمك برضه. ماليش انا في السمك، ما بحبوش. هنا كمان هي دي حاجات تخص السمك، فانا خايفه اجي جنبها. الناجتس والبطاطس دي طبعا لايلن واين. في وينجز. واو، ده دي اجنحه يعني. لا بحبها. عايزه اقول لكم حلوين قوي. انا اهم حاجه عندي النودلز الكوري هي بالصويا صوص. ايوه روكي على فكره، شفتي بقى؟ جت على السيره. لا طبق اهو، طبق اهي. انا بحبها قوي بجد. لسه انا كفايه عليا كده عشان انا اخدت حاجات كتير، فمريومه بقى تيجي تاخد ونقعد ناكل ونقول لكم راينا. يلا بينا.
دلوقتي مريومة هي اللي هتجيب الاكل بتاعها. بس انا مشكلة انا يعني ببقى رخمة في الاكل فكمان. لا ليه عادي كل واحد وذوقه براحتك. ببقى رخمة في الاكل فباجي المكان ده اقعد استنى ساعتين مثلا براحتك خالص. انا عايزة ايه هنا بتبقى المكونات تختاروا نوع النودلز اللي انتوا عايزينه او عايزين ايه مع الرز او النودلز الخضار وبعدين الكوتينز تبقى هناك تمام اللي هو الجمبري او لحمه او تشيكن او فول بس طبعا احنا ما ناكلش حاجات دي فده اوبشن طبعا وده برضو بيجي مع نفس الثمن اللي انتوا دفعتيه مش بتبقى حاجه زياده. حلو قوي حلو قوي. بصي نزلوا نودلز تاني الحقي كده براحتك اللي انت تحبيه. لا براحتك انت انا عايزه اخد الافيتو ولا اللي هو حلو كمان هنا عندهم ان الحاجه لما بتخلص بيحطوا على طول تاني يعني مش خلاص النوع ده خلص فما بيحطوش. اه لا دول بيعملوا دايما دايما بيزودوا كل شويه ممكن عدد المشروب كتير وبعدين ممكن مثلا والله ما اعرفش اخد ايه يا زينه باخد ايه كمان ممكن مثلا تحبي تاخدي تشيكن اخد تشيكن وبروكلي. انا بحاول البروكلي طلع طعمه حلو يا جماعه انا ما كنتش دقته قبل كده بس عجبني ممكن يعني يعجب ناس وممكن ما يعجبش ناس عادي. انا ممكن اخد واحده فاصوليا هي فاصوليا يعني هنا بيعملوها حلو عندنا في مصر ما ناكلهاش كده خالص. هيبقى صبقي دلوقتي وان شاء الله لو عرفت اخلص ده هروح اخد واحد تاني بس انا هكتب يبقى يلا يا جماعه احنا دلوقتي هنوريكم ان في ركن سوشي هنروح دلوقتي مريم هتوريه لنا برده ده تبع الفلوس الدولار زياده. اوكي حاجه حلوه قوي بس انا ما بحبش السوشي بس هي حاجه كويسه للناس اللي بيحبوا السوشي. انا بعشقها مريم بتحب السوشي. اهو فين بقى الركن هناك. طيب يلا بينا. اه طبعا هو كان اكتر من كده لكن الناس نسفته بس ده مع العلم انه هينزل تاني يعني كل الحاجات اللي هي خلصونا دي هتنزل تاني. سوشي ده الجينجر وده الوصابي ده اللي بيبقى حرق قوي الاخضر ده افضل ده انا مش مطمنه له. ده زي جيركن كده صويا ده صويا للسوشي وده برضه الصوص حرق. اوكي اللي عايز يحط لنفسه تمام. احنا دلوقتي هنصور الحلويات والفواكه. اوكي يعني انا بصوا دي كيكه فراوله صح ودي كيكه ما اعرفش ايه وضعها دي تالي كيكه عاديه بس فيها يعني من فوق كده زي كريمه وحركات. دي كيكه شوكليت هم كلهم مخلصين دي مش عارفه ليه يعني ليه اشمعنى دي هي اللي خلصانه. دي عامله زي التورت كده بالليمون حلو تمام. هنا في برضو ده عامل زي بتاع كده براند مشهور اسمه ايه كوري في براند كده كوري بيعمل اللي هي العادية زي سبونج كيك دي. سبونج كيك كده طعمها دي معرفش ايه بجد بس هي حاجة من قسم الحلقة هي كيك يعني كيك هي حاجة زي السبونج كيك برضو. وده برضو عامل بتاع ده بيبقى يعني انا بحبه بيبقى عليه شوكولاته وكده مع الكريب هو ده اللي انا كنت قايله لك عليه. ودي كيكه برضو كيكه يعني في اشكال وانواع من الكيك كتير. ايوه هنا في ناس بتاكل الجمبري ني عادي هنا صح؟ دي عشان السلطات والحاجات كده. دي سلطه جمبري حاطينه في التلج حتى عشان ما يبوظش بياكلوه كوكتيل يعني ساعات بياكلوه كوكتيل. في ليمون عادي اللي بتعصر عليها في بيت عندهم البيت ده بيخبصوه مع السلطه بس احنا دلوقتي هنروح نجيب بقى الفواكه. انا بفكر ناخد من الفواكه هو اللي على الموز ده برك بقى ولا ايه اللي على الموز. بصي إيه في امريكا اي حاجه حمراء الاقي منها شويه عشان ساعات بيبقى فيها جيلاتين. لا خلاص انا مش هقول لك بصراحه بثقه تاخديها تعالي نروح ناحيه ثانيه احسن. انا بحب فواكه جدا يعني ده اناناس مش كنتالوب او لا كنتاكو. عارفين يا جماعه الاناناس هو الكبير اللي هي انا بحبه قوي طعمه بيبقى حلو فاخد منه حبه. في حد ما تقدري ما ده الموسم بتاعه انا بعشقه. عايزه اقول لك اصلا بيخدم عندي بطريقه مش طبيعيه بعشقه. طيب يا جماعه كده يكون فيديو النهارده انتهى خلاص كلنا بقى مش قادرين خالص كلنا فاكهه وكلنا اكل وشربنا بيبسي كتير او انا شربت بيبسي كتير فالموضوع بصوا يعني انتوا مش متخيلين الدنيا عامله ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو ولو عجبكم الفيديو ده هنطلع في فيديوهات كتير انا ومريم زي الفتره الجايه وممكن نجيب احمد معانا عادي.